في موقع الهيئة نت، فرع الهيئة في أبي غريب يقدم مساعدات إغاثية للنازحين، وفرع الطارمية ينجز مشروعا اجتماعيا. في صحيفة المدى، ذي قار تكشف عن تراجع إنتاجها الزراعي بنسبة 37%. في موقع كتابات، تركيا تكشف عن تفاصيل عمليات عسكرية مشتركة مع العراق ضد حزب العمال. في موقع الجزيرة نت، ترامب: العمل جار على صفقة مع بيونغ يانغ. في صحيفة العربية الجديدة، النظام السوري يواصل قصف الغوطة الشرقية ومحاولات مستمرة لشطرها نصفين. في صحيفة القدس العربية، أصحاب محل تجارية في الموصل: نتعرض للابتزاز من قبل جماعات مسلحة. وفي صحيفة الحياة، احتجاز 4 أشخاص اعتلوا شرفة سفارة إيران في لندن للاحتجاج.